احنا هيك برضه بس انه عم نتبهدل. ما فيها لاني صار يقولوا لي انه هديه جاني منك اعطيها انه دور ماما بصير وزع عليه. طب تعرف مين؟ لابو الرين طبعا. لابو الرين ما بعرف؟ لا يا معلم. زر 10 اشهر. هذول في شغلات ما حدا عم يشوفها طبعا. هي انظف طب معين في اغراض عليهم يعني؟ ليش انت عندكم؟ لا احنا مغيرين كانوا بيات ما كامل هذول هيك. الله خليها تدوب شوي. خليت حطيت لك الفوق هاك معك في واحدة برا؟ على الفيسبوك كاميرات موبايل لانه وقتها ما خليت حدا يفوت كاميرات. بس حلو الشعور انه تكون ترجع انه ستيج لحالك انت و انه بكفي وحده مو تنتين. رجعوا تنتين بس وحده لازم اكل. عشان هيك رنوا الجرس. لارا عملت فيديو كليب تاني بس او بس هاي ده الفيديو كليب اللي كان. لا لسه ما حدا عمل شيء تاني. كتير حلو شفت الفيديو الممتع. والله شو الصوت؟ شلون؟ رفقات تبرع عم بيلعبوا خليهم. هذا علم الريل سكول؟ بعرف. هلا بعد شوي بيظهر اخلاق بالاوتيل كنت تحسها شيء ابو السيخ. لا هم اوتيل غير اوتيل بس ما بتحكوا على الاوتيل لانه هو الاوتيل لانه بعده جديد فبيكون تقريبا فاضي الاوتيل ما في غيرنا. طب خبرنا شو شعورك لما وصلت على الاوتيل كنت اكيد رح تفوت ولا كيف بعدها يعني؟ هلا انا كنت وقتها كنت بالسيزون 5 وكنت مع فوقتها بالسيزون 5 فماما يعني انه ما انقبلت وقتها فات عدنان كنا اثنين سوريين بس انا وعدنان فعدنان تقبل وانا ما تقبلت مثل شكري كمان كان ايه وكمان شكري كمان كان انا كمان التقيت فيه بالسيزون اللي قبله حضرت حالي واشتغلت حالي اوكي وبس يعني جهز حالي للسيزون 6 ومشي الحال وقتها. تقدمت اكثر من سنه حبيبي. كم سنه؟ اهلا وسهلا. كم سنه قدمت صار كذا؟ بس سيزون 5 والسيزون اللي بعده تقبلت. انا اول مره بصراحه. انا اول مره. كلكم اول مره بتقدموا. تقريبا اول
بعدين حلو انا وزينة هيك. يلا بكره بتطلع بتقول وبنرجع من عيدها. مامك عيديها بدي دون هون خلص حتى لو خلص البرنامج بدي دون هون كثير تعودت هون بحب حتى يعني مش بس هم الشباب هون حتى الناس اللي بتشتغل معك برا فظيعين ما في مثل محاط اكيد ما حلو بدهم بجنن كلهم اللي هون. لا انا افضل اطلع انا الخنقه والزربه بتخنقني يعني خذني مع اكرامي عن جد يعني بتظهر مرحلة بتصير تحكي حالك تنفصل بتصير تحكي قصص هيك ما عرفت؟ بتضحكي عن جد ما قطعتوا فيهم؟ لا بس اكيد حسيتوا اشياء كثير ورا بعض بنفس الوقت انه تزعل وتنبسط بنفس الوقت ايه هي كثير غريبة غريب انه الواحد مشاعره بصير هو بحاله بيتفاجئ من حاله شو بصير معه يعني انا بحياتي ما كنت صح هذا اللي بده الانفصام بالاخر بنفس الوقت غريب عن جد بنفس اللحظة لا احنا مثلا شو يكون مساء ما بكي واحد طلع رحمة أمك برا رحمة أمك برا انفصام يعني عن جد هذا هو هذا بس قبل ما نسافر اوكي قبل ما نسافر كثير فرحانين اوكي وخلص البرايم وهيك طلع شو في طاهرة بكيت شوي زعلت عليهم بكينا فوت على ضحكت كثير ورقصت واللجنة عم تضحك اخر شيء فرحانة وانا عم ودرك بعدين بس زعلانة انه حرام رح يضل لحاله شعور كثير غريب كنت ببعضه يعني عن جد انا انسان خلصت دموعي احمد جيبني مي دموعي خلص كفاية انت جد بكيت كثير انا كمان انا كل اسبوع عم هو عم يبكي وعودوا على العالم وانا ابكي ايه سلطان يبكي مثل الفلات بالمايك تبع يعني ما في صوت بس انت عم تبكي ايه عن جد سير كنت مش حلو على المستشفى خلص تعال اسمع تعال سير تعال يمكن ماني شايفه وتلاقي بعدين بيرفع راسه سلطان طبعا انا اكثر واحد طالع بالاكاديميه ست مرات مرتين نايم بالمستشفى وست زيارات رايح جاي رايح تعبوا مني والله مساكين بس الحين هالمره على السعوديه انا اول ما اجيت على الاكاديمي شفتيني وقت ما تدخلت لا مش انت بتحسس هي عندها حساسيه من العصب لا فكر لسه جاي دافع لعنه ما عرف بس انا تعودتي يعني ما عرفت ايه لا خلص لا انا اول ايام هيك حكيت مع ماما وزعلان علي عملت كم شغله انا صار معي هالاسبوع مش كم يوم وغير وحده هالاسبوع هالتعصيب هالاسبوع كثير بس يلا يبعد المناخ خلينا نعيش اليوم هذا غمضنا عيوننا على محمد رمضان هذا ما حضرته شو غمضتوا عيونه؟ هذا السحر اللي سواه بدك تعمل لك سحر؟ بسوي لك اياه؟ انا مش موجود كنت هو يسوي لي سحر انا مش موجود انا بقرا بالارواح كنت راقدة بقرا افكار الشخص ما بعرف تعمل لي سحر خلص عملت تبي تجرب؟ طب ابن الحلال انا غير سحر مالي خالص نعمله بمحمد رمضان برمضان ولا يسوي فيني انا يا محمد خلص رح اجيب هيك نسوي بحدا فيكم ايه وانت شو انا شوف يلا يلا بس بكون حدا قوي انا في قوه جرب هاي مره خليني انا اجرب مجرب ما بعرف لا لا خليه انا سلطان بدي حدا شاب بنت انا 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 قادر انا قادر على الموضوع ده بليز اخي هذا بتساوي بدون جرس يعني؟ ما بيرن جرس ما بيرن جرس ابدا قوم حط له وجهه بليز انا بدي اعمل فوكس خلي محمد عن جد احسن طب قوم يعني اعمل فوكس محمد هي الفكره محمد رح يجيب الشاب محمد هي الفكره عدة مرات ما بتعرفوا هي؟ اه درجناها نحن هون هو هيك بدي اشوفه من ورا انا؟ ايه بدي بعد بيروح شو يعني؟ لا هلا بدا طب قول شي مراية عشان ما نشوف عشان ما نشوف شو هيك شو بدنا نمسك بيدنا قوم شوي هلا بغطوا له راسه هلا بغطي له حبيبي والله صحيح حرين رمضان انت خبره فيها شو رايك؟ والله زي ما بدكم خليه يطلع هون سلطان حسه محمد شو محل ما يكون في مراية قدامي هي بدها قوة جسدية شوي تبي تطلع هيك؟ جرب له لباس بركة طيب مش فاكر عم تطلع تجرب انت؟ تطلع؟ لا جربي له حطي له عين جدا بيقشع وانا قاعد احاول فيها لا مالي اشع اوكي حطي اياها مين يطلع رمضان ولا هذا 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 رمضان عم يسويها بالاثنين عملت فيهم الاثنين عملت واحد باثنين ما انا بتعب